خليني بقى اروح للخبر الثاني اللي معانا. وزير الشباب والرياضه بيزور معسكر منتخب مصر. محمد صلاح قال نسعى لتحقيق انجاز كبير للكره المصريه خلال الفتره القادمه. التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مساء اليوم لاعبي المنتخب الوطني الاول لكره القدم والجهاز الفني بقياده البرتغالي روي فيتوريا، وذلك خلال معسكرهم التدريبي المقام باستاد برج العرب استعدادا لودياتي النيجر وليبيريا المقرر لهما 23 و 27 سبتمبر الجاري. حضر المران جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد منهم اللواء حلمي مشهور، أستاذ عامر حسين، كابتن محمد بركات، كابتن حازم إمام. أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تمنياته بالتوفيق للجهاز الفني الجديد وجميع اللاعبين في مشوار المنافسة على بطولة أفريقيا 2024 والتأهل إلى كأس العالم 2026، مشيرا الى ان تقديم كل الدعم للمنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم. فيما قال محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وكابتن منتخب مصر، هناك حماس كبير لدى جميع اللاعبين ونسعى لتحقيق انجاز لكرة القدم المصرية خلال الفترة المقبلة واسعاد الجماهير بفضل تميز اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر ورؤية الجهاز الفني الجديد. كما أكد روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني على أهمية دعم ومؤازرة وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري ورئيس اتحاد الكرة للمنتخب، معربا عن سعادته بالتزام اللاعبين ومستواهم المتميز، مشيرا إلى تحمسه لتحقيق انتصارات مع منتخب مصر في قادم المنافسات.